اهلا بكم متابعي القناه في البدايه فضلا وليس امرا كان اول مره تسمعونا ما تنسيش دعمكم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد معنا نحكي اليوم على ردة فعل الممثل كريم الغربي بعد وفاه محبوب الجماهيري توفيق البحري اللي عرفناه وحبيناه توانسه كل بدور بيجي ماتريكس ويشوف لي حل ستة من البارح عرض مسرحي فيزا. الكريم الغربي مع وفاة ملك المسرح البلدي توفيق البحري أعلن خلالها عن دقيقة صمت رحمه على توفيق البحري وإثر انتهائه من المسرحية قال كريم الغربي في تدوين نشرها اليوم عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بوجعة كبيرة اليوم بعد عرض فيزا في المسرح البلدي الحمد لله تعدى عرض طيارة كالعادة وكومبلي والجمهور جاء وعمل جو رغم خسارة تونس عملنا دقيقة صمت على روح سي توفيق البحري أصعب إحساس في الدنيا تبدأ في المسرح البلدي وتعمل في دقيقة صمت وبكاء الجمهور على ركح يا بخدم فيه سي توفيق وأبدع فيه هو ركح المسرح البلدي الفرح رحمة عليك وربي يصبر عائلته والناس اللي يحبوه أحلى بيجي ماتريكس لن ننساك ربي يرحمه وينعمه ويجعل مثواه الجنة وربي يصبر عائلته والناس اللي يحبوه